فقت في غرفتك وانت بدون قدم بدون رجل صح؟ صح. ايش كان شعورك؟ بداية جديدة او حياة جديدة. يعني بالبداية كانت شعور صدمة، يعني لدرجة اني كنت شوي في تأثير البنج، فتحت الغطاء اشيك هل صدق صارت هالعملية ولا كل هذا حلم. لكن فعلا يوم فتحت يعني الغطاء حق المستشفى اكتشفت ان صدق اتمت العملية، وكان يعني تأثير البنج لدرجة اني اتذكر الوالد كان جنبي كنت اقول له رجع لي رجلي وين راحت يعني رجل، يعني كان في تأثير البنج لسه في الصدمة. لكن الحمد لله بعد كم يوم في المستشفى بديت اتقبل هالشيء، بديت اتقبل حياتي الجديدة اللي هي افضل من اللي راحت. في مساعدات لنفسيتك يعني كأطباء نفسيين هناك في الولايات؟ طبعا اكيد كان في اطباء نفسيين، جو مع المترجم طبعا، وكان يكلمونك ويهيئون لك لا 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 يعني طبعا الخطه الجديده لحياتك وانك كيف تتعايش. فعلا صحيح، يعني كانت في خطه جديده اللي هو اول شيء كيف ابدا ارجع اوقف من جديد في رجل واحده، وكيف ابدا مثلا اتعلم على العكازات او المشايه، وبرضه هيئوني نفسيا. واتذكر بعد وقتها جابوا لي بالمستشفى جابوا لي بلاي ستيشن العب فيه، فكان العوامل النفسيه موجوده يعني الحمد لله ما شاء الله، وقدرنا يعني نتعدى هالفتره اللي هي في المستشفى يعني بشكل جميل الحمد لله. ايوه طبعا عشت حياتك، تعايشت وتقبلت قدم الصناعي. نعم، ولا في شيء. نظرة المجتمع لي ما كانت تهمني الصراحة أبدا، لأن عمر نظرة الناس ما كانت تأثر فيني. لو خليت الناس يأثرون فيك ما راح تعيش حياتك مبسوط. فأهم شيء إنك أنت في الطريق الصح وبشكل إيجابي، لا يهمك أحد أو نظرة أحد يعني لك، سواء كانت سلبية أو نقد أو أي شيء. طيب القدم، ولا خليني اروح للوالد يجاوبني في السؤال هذا؟ لا لا خدم لا بس القدم بعدين لك يعني السؤال هذا. انت تتكلم تو يوم تقول الاطباء النفسيين، انا وتكلمه ورد علي ذكر في كان في مستشفيات هنا في قبل ما نسافر. ايه؟ طبعا من الاشياء حق الامراض الاورام هذه. ايه؟ يجيبون لهم اطباء نفسيين. اتذكر جابوا لنا في مستشفى الحين موجود طبيب اخصائي نفسي. إيه؟ جاس معنا انا وعلي، وهذا والله ما انسى كلمته هذه باللحظه، قال انا اللي محتاج طبيب نفسي مو بعلي ما شاء الله من ردوده من قوه علي. من قوه والله هذه كلمه ما انسى.